شو هيدي؟ انا ما حبيت ابدا، كل وقت عم تنجزي. مزبوط؟ شو بدك بالعرب؟ يعني انا حسيت نفسي بس مرض بيعدي هذا، فلتت مطرحين كده. شو؟ بس يعني بس طول محلي؟ بس طول الوقت بنشز؟ كل وقت تحت الواطي ما عم تسيبيه والعالي ما عم تسيبيه. كنت طالعه مع انغام مش خايفه ولا 1%، كنت طالعه بجد انا مبسوطه عشان انا حبيت الاغنيه قوي وقد ايه بحب انغام، يعني كنت واقفه مبسوطه وانا بغني الاغنيه، فحسيت نفسي يعني انا نفسي كنت بغني ما اعرفش يعني حبيتي حالك يعني انت حابه حالك. بس لما سمعت نفسي اكيد سمعت الوقت في حاجات بره. ليه ما بتشيل الاي بيس؟ اذا يعني بدي فوت على قلبي واجرب افهم باي حاله انت بتكوني فيها لا توصل يا من هالأداء الرديء، يعني هيدي انت كأنه حدا اجى سرقك منه غريبة، يعني اختفيت من البروجرام، كنت تلمعي خلي نجمك يلمع، نجمك يلمع، ما بعرف اذا بعده عم بيلمع نجمك، يعني انا بالنسبة لي كنت كثير اقوى، صح كنت كثير اقوى اول شيء، وهلا فرد مرة يعني نوز داون بسموها. انت خايفه ما تكذب علي، واضح من وانا بقراكي من نفسك، انت عم تتنفسي مبين من نفسك انك خايفه. مش عارف لك واحد بيقول انا خايفه، هنا ما كنتش خايفه، انا ممكن كنت خايفه في اللي كان. ايه بس هيديك احسن من هيك، هي مفكيه فظيعه، انت برايك انه هي احسن من هديك صح؟ انت فاكره مفكره انا كنت حاساها يعني وانا على الستيج كنت حاسه الموضوع. مش وصل لي احساسك، انت حاسه بس مش وصلتي لي. انا كميه العرب هالقد بتزرزع لي بدني عمي والله. ما الاغنيه اصلا سامبل يعني فيك تغني سامبليسيتي يعني سمبليفاي ثينجز، يعني احلى شيء بالحياه البساطه. بطاطا مقليه ايه لا احلى شيء بالدنيا هي البساطه، سيريسي بالمغنى وبكل شيء، بالتياب بالرسم الشعوذه وتمرجو انا بغني وهيك من تحت ومن فوق وبنزع عليها بالغنية هيك ضربة، يعني ضربة ذوق. هو ذوق هو قديه كمية إحساس بتحطيها بمحلها، قديه بتصير مشطشطة الأكلة أو اللبس أو اللون أو حيالله شيء، يعني كل شيء أوفر بيصير مظبوط. طب حضرتك أوفر. يعني حضرتك طالب مني إيه أعمله في برايم؟ طالب منك تعملي ترجعي هادي. بس أنا رجعت البراند ده ولا أنت شايف إن أنا ما رجعتش؟ أنا مش حابب اللي عم تعمليه أبدا، ما يعني بطلتي عم تلمعي، بطلتي بطل هذا الصوت القوي، صار مثل الصوت قد ايه كان قوي، هلا صرت عم تغني من صوتك، ما بحياتك تغني من صوتك، فيك تغني تشدي محلات وترخي محلات، انت عندك اياهم باي ديفولت، يعني ما تفكري فيهم، عم بلش تفكري فيهم او عم يعني منو الصوت القوي اللي كنا نسمعه، هذا بقول لك اياه، واذا عم ضيع وقت اكثر عليك لاني مقهور عليك ومقهور انه كيف فينا نقدر نعمل شيء احلى من هيك، مش عم يطلع، انا اكيد أساتذة تبعك عم بحسوا زيت شيء، بحسوا أنا إنه في تراجع واضح لقلك. أوكي. واضح.